لكن هذا الفرض وتلك النذارة لا تخفي حقيقة أن الساعة تأتي والناس في غفلة، تأتي على حين غرة، تأتي بغتة، تأتي فجأة، فهي لا تأتي على توقع وانتظار ولا على إشعار وإنذار خاص، بل تلك النذر قائمة والإشعار حاضر منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم المخبر بقول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. إن الساعة تأتي بغتة، كرر ذلك ربنا في كتابه، فقال: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ويقول في صفة مجيء الساعة: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وقال جل وعلا: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ويقول سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها التي بها يعلم قرب حصولها. وإن أجمع حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة، وذكر فيه النبي جملة من أمور الساعة والأحداث الواقعة بين يديها. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقسما بالله: ولتقومن الساعة. تصور، استمع إلى هذا الحديث حتى ترى كيف تأتي الساعة الناس. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، أي في البيع والشراء، البائع والمشتري ينشر الثوب، هذا البائع يقول أبيعك هذا، والمشتري يقول بكم، والثوب منشور بينهما. يقول صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعن. حلب لكنه لم يشرب. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، أي يعدل مجرى الماء الذي يجري لسقي زرعه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هل بعد هذا يمكن أن يتوقع أحد متى تكون الساعة؟